مرحبا بكم اليوم الناس الكل في قناتكم مساحة. اليوم الصحافي إسكندر العلواني يكذب روايه عضو مكتب حركة النهضة بحي التضامن التي عرضتها قناة الزيتونة ويؤكد أن الحادث مفتعل. قال الصحافي إسكندر أنه السيد الذي سأل قيس سعيد والذي قال له ما يعرف المنافقين كان ربي، ثم واصل الحديث المتشنج فنعت الرئيس بالمنافق. هو ليس من رواد الجامع ما لقصد رئيس الجمهورية، بل حينما علم أن الرئيس يؤدي صلاة الجمعة بجامع أحد تعجل واتجه إليه، ولا أدري هل هو اجتهاد شخصي، وتوجه للرئيس مباشرة بعد نهاية الصلاة. وقتها كان الرئيس قيس سعيد يتحدث مع جمع من المصلين ولم يستعمل المصادر أو مكبر أو صوت، وهذا السيد الذي تدخل هو عضو مكتب المحلي بالتضامن لحزب كبير وهي حركة النهضة، ويعتبر رجل المهمات القذرة، يعني كيحبوا يفسدوا أو يبلبزوا يبعثوه هو. وآخر كلام الصحافي إسكندر العلواني قال كل ما أريد قوله ما حصل لقيس سعيد هو جزء صغير مما نتعرض له عندما نعارض ممارسة هذا الحزب في الحكومة. وكما تعرفوا صايرة مشكلة كبيرة ما بين راشد الغنوشي وقيس سعيد، أنه قيس ما حبش يوافق له على التحوير الوزاري، وهكا يكون يحب يشوه قيس سعيد بأي طريقة كانت. وهكا نكون وصلنا إلى نهاية الموضوع.